السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات ام العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الشوربه، شوربه بالخضر والشوفان، تجي لذيذه بزاف وتلبيه للطلبات ديالكم. بزاف بغاو شوربات في هذا البرد، يعني قالك دابا وقت البرد ووقت بغاو شي شوربات سخان، فغنعطيكم هذه الشوربه ديالي يعني معتمده وكتجي زوينه بزاف. فاول حاجه غادي ناخذ طنجره كيف كتشوفوا، وغادي ندير فيها شويه ديال الزبده، نجيب الزبده البنات، الطنجره غادي ندير فيها معلقه ديال الزبده ومعاها شويه ديال الزيت، ونشعل البوطه غادي ندير مع هذيك الزبده شويه ديال زيت المائده، ومن بعد غادي نضيف ليها بصله اللي ما نقطعوش رقيقه، يعني بصله تكون مقطعه غليظه لانني غنطحن كلشي في الاخير، غنطحن تسمح البنات خليت الفيديو مشيت. فغادي ندير بصله باش غادي نقطعها كبيره كيف كتشوفوا، و الا كان عندكم البره البنات ديروه لانه مزيان، انايا ما تصابش هدي، وحتى هاد الخضار اللي حدايا فما عندوش بقى ديالي الخضره. البنات هاد الشوربه غنديرها باللي باقي من كل حاجه، فغادي نخليها تدبال لي واحد شويه، كتجي غزاله بزاف وسخونه. فهنا كيف كتشوفوا بدات تشحر ليا البصيله، فدابا غادي نضيف ليها واحد الطريف ديال الدجاج بحال هكايا، غير شويه البنات، فهادي غير شوربه، اللي ما بغاش يديروه ما يديروش. وغادي نضيف عليه شويه ديال الثومه بودره، الثوم بودرة ما نديروش الثوم الفص ديال الثوم، فكيف كتشوفوا درت شويه ديال الثوم بودرة، هي راه غير شويه بدات، هي كنعرفوا ملي كيدير بدر الحل فهي دابت. بقات عايشة حيت، فكيف كتشوفوا من بعد ما تقلى ليا الدجاج، دابا غادي نضيف الخضر ديالنا. هنا عندي القرعه حمراء اللي مجمده، المهم ملي كيبقى عليا من الكسكسو كتكون كثيره كنخبيها. ففي الخضر غادي نحتاجو كيف كتشوفوا هنا 4 ديال الخيزوات، مع 4 ديال الكورجات خضراء، مع 2 ديال البطاطات، ومع 2 ديال اللفت. غادي نديرهم فوق هذا البصل، كلشي مغسول ومقطع هكا كبير لاننا غادي نطحنوها البنات.
كل هكايا. هنا كيف كتشوفوا درت قبطة ما بين القزبر والمعدنوس وقبطة ديال الكرافس، فهي غنرميها عليهم. فهنا كيف كتشوفوا ملي ضفت داك الربيع والكرافس فغنضيف الطماطم. انا ما عنديش الكبيره، فغادي ندير الطوماط سوغيس قياس ديال جوج حبات كبار، وغادي نبدا نضيف في العطريه ديالنا اللي هي شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم اولا الكركم، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الفلفل الاحمر اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وغادي نمرق بالماء الكافي نتو، غادي ندير الماء حتى يغطي ليا الخضر ديالنا. صافي وغادي نغطي عليه وغادي نخليها طيب. ملي غطيبوا ليا الخضر غادي نحاول نزول هذاك الطريف ديال الدجاج اللي قليت المره الاولى. دابا غنغطي عليها ونخليها طيب، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا تتمه التحضير. كيف كتشوفوا طابت لي الشوربه ديالنا، الخضره راه طابت. فدابا غادي نحيد هذا الطريف ديال الدجاج. واش علاش نحيدو شويه؟ صافي غادي نحيد هذا الدجاج بحال هكا، وغادي نقطعو طريفات صغار يعني نفردتو بيديا. وهاد الخضر غادي نطحنها في الطحانه هذه اليدويه البنات، غادي نطحنها هنايا. كلشي كيعرف كيفاش تنطحنوا الخضر. غادي نطحنها وغادي نتلاقاو، غنتلاقاو من بعد ما نطحن هاد الخضر ديالي في الطحانه اليدويه والدجاج نفردتو. كتشوفوا مني طحنت الشوربه ديالي، فرتت هذاك شويه ديال الدجاج اللي قلت راه ماشي ضروري، اللي بغاه يديرو اللي ما بغاهش يديرو. فغادي نعاود نولي نضيفو في الطنجره ديالي، غادي نخليها تغلى، وغادي نجيب الشوفان ديالي اللي هو الخرطال، غادي ناخذ منه حساب شي 4 المعالق ولا 5، غادي نديرهم يغلاو معاها واحد 5 دقائق، وغادي نطفي عليها وغادي نقدموها بصحه وراحه. هنا كيف كتشوفوا مني بدات تتغلى ليا، فدابا غادي نضيف ليها هادوك 4 المعالقات ديال الشوفان. هنا درت الشوفان او الخرطال ماشي الغليظ، هذاك الرقيق، ما غادي ياخذ ليش اكثر من 5 ديال الدقائق في الطياب، وغادي نقدموها بصحه وراحه. فمجرد ما يطيب ليا الشوفان غادي نطفي وغادي نديروها مع بعضياتنا في الطبق النهائي بحول الله. ونتمنى الشوربه ديال اليوم تعجبكم، والاخوات اللي بغاو انواع الشوربات فان شاء الله كل اسبوع غادي نحط معكم نوع او زوج من الشوربات. هذه هي الشوربه ديالنا من بعد ما طابت، هانتو طاب داك الشوفان او الخرطال. فهذا هو الشكل ديالها كيف كيجي، هانتو تتجي لذيذه بزاف. كنقدموها مع تميرات وشويه ديال المعسلات الى عندنا. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، واللي بغات شي وصفات او شي اقتراحات ما عليها غير تخليهم ليا في لي كومونتير في اسفل الفيديو، فراني دائما كنقرا لي كومونتير ديالكم. واخا ما كنجاوبش لا بليبور ما كنجاوبهمش، لان بعض المرات كتكون الاسئله البنات
مكرره، وانا كنجاوب في صندوق، كنجاوب في لي كومونتير عفوا على لي كومونتير اللي كيكونوا خاصني ضروري نجاوب عليهم. والباقي راه بعض المرات البنات راه الله يحسن العوان راه الوليدات والدار، فكنكتفي غير بداك القليب. يعني راني شفتكم وراني كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، فإلى عجبتكم ما تنساونيش من لايك واشتركوا في القناه وبارطاجيو الوصفات مع الاهل والاحباب. علاش لا، باش نوصلوا للمليون ان شاء الله، المليون مشترك، ونديروا واحد الاحتفال كبير مع بعضياتنا. فنتلاقاو في وصفه قادمه بحول الله.